اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صيامي، زي ما وعدت حضراتكم في حلقه امس طبعا ان احنا هنعمل النهارده السفره بتاعتنا صيامي، ولكن حريص كل الحرص ان تكون قيمه غذائيه عاليه جدا فيها بروتين حيواني، سوري بروتين نباتي. عندنا المشروم بيضاهي اللحمه طبعا في البروتين بتاعه. هنعمله النهارده سمبوسه، ونسبة الايام الكريمه الشهر الفضيل كل عام وحضراتكم بخير، نستعد للف السمبوسه ونعرف ايه الافكار البسيطه السهله ان احنا ممكن نعمل كميه سمبوسه. فهعمل سمبوسه النهارده بالمشروم، بروتين نباتي جميل وقيمه غذائيه عاليه جدا. معانا الفول النهارده برضه هنعمله طبق صيامي، هنعمل متبل الفول، حاجه كده زي الحمص، قيمه غذائيه داخلها طحينه طبعا وزيت زيتون وتوم. هنشوف نقدمه ازاي لحضراتكم. الطبق ده عايز العيش الجميل البلدي بتاعنا من الفرن طبعا، وبالف هنا وشفا ممكن ناكل 5-6 رغيفه مع طبق فول. معانا بقى طبق النهارده من المطبخ اللبناني او المطبخ الشامي، اسمه برغل بتفين بالحمص. ده طبعا فيه خبره طهويه، وده الطبق ده مشهور في المطبخ اللبناني. ممكن نقدم معاه صنوبر، ممكن لوز، بيدخلوا طبعا الحمص مع برغ الخشن. الطبق ده بيتميز بالقيمه الغذائيه بتاعته اللي موجوده، لان الحمص مصدر غني جدا للبروتين النباتي، وفي نفس الوقت البرغل كمان الياف قيمه غذائيه عاليه جدا. السفره بتاعتي طبعا بما ان هي صيامي عليها طبق سلطه، انا مسميها عروسه السفره اللي هي الفتوش. طبعا المطاعم والمطابخ بتتنافس في عمايلها. انا هعمل الفتوش النهارده بدبس الرمان، ونشوف اسرار عمل الفتوش بالجرجير والخس البلدي بتاعنا اللطيف الجميل. حلقاتي فيها افكار طهويه بسيطه وسهله، ولكن الاكل صيامي. عايز اقول قبل ما نطلع طبعا الفاصل، نتمنى طبعا لمصر الجميله وام الدنيا الفوز على السنغال النهارده، وانا متنبي ان شاء الله الفوز ونصعد لكاس العالم. وادعوا معايا وتحيا مصر. اطرحوا بعيد تاوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل طبق من المطبخ الشامي، المطبخ اللبناني، المطبخ السوري، ولكن ازاي ياخد الطعم المصري وخفة الدم المصرية. برغل بتفين بالحمص. الطبق ده يعني بيتجود فيه كتير، بيحط له صنوبر، يحط له لوز، البعض يحط له لحمة مفرومة، ولكن الأساس فيه برغل خشن، في منه الابيض والاسود اللي احنا عارفين طبعا اللي هو القمح المتكسر، والحمص الاساسي بتاعنا. مقاديره على الشاشه، برغل مغسول مره 2-3، وبعد ما غسلناه صفينا الميه بتاعته، معانا ده كده، ومعانا حمص مسلوق على النار، وبصله هنقطعها جوليان دلوقتي اللي هي شرايح يعني، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون. الكمون ليه يا شيف؟ علشان الغازات. والمقادير على الشاشه نقدر نبص عليها، تسجليها بتليفونك، صوريها. اهم حاجه استغل الفرصه واعملي اكل صيام النهارده، وفي نفس الوقت الاكل ده صحي جدا، هيلسي يعني، ما فيهوش لا لحمه ولا فراخ ولا بط. شايفين الجو ده كده، ده الحمص طبعا بتبقى عامل بالليل، صفي ميته، بلاش يتسلق بميته، وبعد كده بنحطه على النار. وطبعا يعني نصيحه مني، اوعي تستخدمي بيكربونات صوديوم في سلق البقوليات، مع الوقت هتعمل تهتك في الكولون ويعمل لنا ارتجاع مريء. يعني ناكل اي حاجه يجي لنا ارتجاع مريء. يعني ايه ارتجاع مريء يا شيف؟ نبقى قاعدين كده حاسين الاكل عايز يطلع تاني. طيب البصله هقطعها شرايح كده، هترجع لنا تاني راويه دلوقتي. بصله هقطعها جوليان، خليكي بالك من المصطلحات الطهويه دي، سيبك منها، يعني شرايح بالشكل ده كده اهو، اهي اهي، دي بيسموها جوليان، جوليان يعني شرايح، اهي بالشكل ده كده. انا بقول لك ليه المسميات ديت، عشان لما تشوفوا وصفه بالطريقه ديت تقول لي الشيف المغازي قال كده وعملها بالطريقه دي كده اهو. حلو، يبقى في مصداقيه. بصل تتقطع بالشكل ده كده اهو، سكينه حاميه عشان عايز العلامه بتاعت البصله دي تبان كده. عندي شويه زيت زيتون على النار، هنزل بالبصله دي كده على زيت الزيتون اشوحها كويس. حلو زي ما هي كده اهي، اللهم صل على النبي اهو، تقليبه حلوه. حلو زي الفل بالمعلقه دي كده. اهم حاجه ان الحمص يتسلق مسبقا. عايز البصله تطلع معاكي مستويه بسرعه وتكسبي وقت، اعملي اللي انا هعمله دلوقتي. عايز عينك ما تدمعش من البصله وانت واقف في المطبخ، تعملي اللي انا هعمله دلوقتي. هنحط شويه البهارات بتوعنا، احنا داخلين على الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. هنعمل كل الاكلات اللي تناسب الشهر الكريم، مهلبيه قمر الدين، وقمر الدين طبعا نعمله كمان بجوز الهند، ازاي نعمله، ونعمل الكنافه بقمر الدين، الحاجات دي كلها باذن الله تعالى. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟
تركايه تعلميها تعلميها والله مش تخسري حاجه. ميه سلق الحمص عملت ايه؟ عملت ايه؟ خدت منها شويه كده زي ما انا اشتغلت دلوقتي وحطيتهم على البصله وهي بتتحمر اهو خلاص البصله اهي واغطيها. مش مطلوب هنا البصله تاخد لون، مطلوب ان انا اسوي البصله شويه قبل ما احط عليها البرغل اهو كده مفيش دموع اهو واغطي البصله دي كده. حلو. طيب عندنا برغل، البرغل ده بنشتريه من عند الراجل العطار بنجيبه. طبعا في نوعين من البرغل، البرغل ده بيطلع من القمح الخشن او القمح الصلب، ده بيطلع منه ناعم وخشن. الناعم بيستخدم في اطباق التبوله والكبيبه، اما الخشن منه بيستخدم في اطباق الاكل. عايزه تعملي صينيه تعابين، صينيه سمك بقشر بياض، سمك بلطي بالبرغل، عايزه تعملي برغل بتفين وهكذا اهو، تعملي عكاوي بالبرغل. البرغل ده زيه زي الفريك يعني الخشن. الفرق بين الفريك والبرغل، الفريك بيطلع من القمح الاخضر اللي احنا عارفينه، القمح الاخضر، اما البرغل بيطلع من القمح الصلب اللي هو مستوي جاهز زي الفل اهو. معانا ده زي الفل. تمام، معانا مين يا فندم؟ هتجيب حته اللحمه الهبرة الحلوه تقطعها مكعبات تحطها مع بصل بتاعنا كده الاحمر الحلو ده كده وتحطهم على النار. سموه كباب حلة ليه؟ لان بدل ما نشكه على السيخ او نسيخه في اسيخ خشبيه بنحطه في حله يستوي من غير ميه مع بصل والبهارات بتاعتنا. هو ده كباب حلة اللحمه الجملي اهو، زي الكندوز كده بالظبط، بنستبدل الكندوز بلحمه جملي بس اللحمه الجملي بتاخد سوى شويه زياده. البرغل هنا على النار اهوت، قلبته مع البصله، بهاراتنا حطيناها ملح وفلفل وفلفله حلوه كده زي الفل. لسه ما حطيتش الملح، الله ينور عليك فريق، بيقول لي ما حطيتش ملح، مركز معايا انت فاروق مركز. حلو، شويه الملح تمام. شوف بقى هعمل ايه، والخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. البصل الفول قصدي الحمص ميه الحمص اهي بتشارك ده المطبخ، انك تكوني فاهمه بتعملي ايه. بالشكل ده كده ميه الحمص تخليها تشارك في الطبق. داخلين على الشهر الكريم، عايزين نعمل الفول كل يوم يبقى طبق سحور عندنا. ميزه الطبق الفول ده موجود على الفطار وعلى السحور، طبق الغفير والامير، الفقير والغني. الفول يتدمس ازاي؟ بتجيب شويه الفول تغسليهم وتنقعيهم ساعتين ثلاثه اربعه، كل ما تنقعيه كتير كل ما يبقى حلو. وبعدين تحطيه في الدماسه وتحط عليه ميه مع معلقه عدس صغيره مع بصلايه حلوه مع طماطمايه، بلاش تحطي ليمون. حلو الكلام؟ وتحطيه على نار شديده. بيغلي، بعد ما بيغلي يا ست الكل بتعملي ايه؟ حلو، بتهدي النار عليه خالص وجنبه ميه بتغلي في البراد بتاع الشاي. حلو الكلام؟ القدره طبعا اخواننا بتوع القدره بيحطوا حاجه كده فوق القدره بتبقى الميه بتسخن، انت خلي براد الشاي جنبك علشان ما تكلفيش نفسك جامد. حلو، وكل ما يحتاج ميه تحط عليه ميه مغليه. ليه يا عم الشيف؟ عشان حبيت الفول ما تسودش. اوعى تحط ميه ساقعه على الفول وتزودي، لان الفول هيحتاج منك ميه. ولازم يستوي على نار هاديه عشان يبقى معاك مفصص كده وكهربانه زي اللي معايا ده كده. هنسيب البرغل يستوي كده، جاهزه الاكله بتاعتي. هتنشف ميتها، هنقدمها مع بصله مقرمشه زي بصله الكشري، ودي اختياري، بصله الكشري اللي معايا دي اختياري. هنغطي ده كده ونتقل على البرغل لما يستوي. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل سمبوسه كتير كميه تكفي الضيوف والحبايب استعدادا للشهر الكريم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المخرج بيسالني ايه اللي انت حطيته واحنا طالعين مع المزيكا بتاعت البرنامج؟ معايا نعناع اخضر، بيبقى دايما في مطبخي حاجات الاكلات الشرقيه دي بتحتاج النعناع الاخضر اللطيف الحلو ده، بتدي فليفر حلو. اكلات غربيه روزماري، زعتر، ريحان، الحاجات الحلوه، خلي مطبخك دايما له لمساتك وله التاتش بتاعك. سيبك من الشيف المغازي، سيبك من اي شيف بتشوفيه، انت ست البيت، انت مملكتك المطبخ، وتاكلي ولادك وتاكلي ضيوفك غير المطعم. زي اي واحد في انتاج بيشتغل في مصنع في شركه اكيد له انتاج. البرغل بتاعنا هنغرفه
ونقدمه مع بصله مقرمشه، السمبوسه بتاعتنا جاهزه، طبق مكبلات الفول هنقدمه لاخواننا المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش الفتوش عروسه السفره، معودين السفره بتاعتنا بيكون عليها طبق سمبوسه في البدايه طبعا وفي مقدمه السفره. انا بحط شويه البصل المقرمشين دول على برغل البتفين، يعني بصراحه انا عايز يعني مش اغير من الاكله، يعني بدل الصنوبر وبدل اللوز حطيت بصله حلوه كده محمره زي الفل زي ما حضراتكم شايفينها كده. انا شخصيا بحبها كده، بتبقى على ايه وش البرغل مع الحمص حاجه حلوه اهي زي الفل. تقدر تحط شويه بقدونس حلوين كده حلو، وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض ان شاء الله في الشهر الكريم كل يوم حتى يوم الجمعه بعد الصلاه على القناه الاولى هيكون برضو اكله امي. النهارده الاكل بتاع الصيامي لطيف وجميل متنوع، كل ما تحط ايدك في طبق هتلاقي طعم تاني، إذا كان الفتوش أو طبق الفول بتاعي المتبل أو السمبوسة بالمشروم أو البرغل بيتفين مع البصلة المقرمشة اللي بتفكرنا بالطبق الكشري. صيامي يعني كمان أكل هلسي وصحي. يا رب مصر هتفوز النهاردة إن شاء الله، وبإذن الله هنصعد لكأس العالم والمصريين كلهم هيفرحوا النهاردة لأن إحنا بنحب الفرح وبنحب الحاجة الحلوة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.